اهلا بيكم. الحادثه ديت يعني اهم طبعا، ده حادثه تمثيليه مش حادثه حقيقيه. الفقرات العنقيه ما عندهاش هزار، ما بتسميش، مشكلتها مشكله ضخمه يا جماعه. الكلام ده بقى في الحركه دي، فنط من حمام سباحه في حركه تهور عشان حضرتك صاحبك بيصور وانت عايز تنزل فيديو كده تبهر بيه الناس على الفيسبوك. راكب البتاع اللي اسمه اللي ما اعرفوش ده، الموتوسيكل بتاع الميه ده، انا ما اعرفش اسمه ايه، اسمه جيت سكي، متشكلين يا جماعه، وبيجري في الميه وراح جاي. اما قلت اما اعمل منظر كده ورحت جاي ناطط، فنطيت في حته مش عميقه قوي او فيها صخره، ما تحت الميه مش باين، راحت دماغي مخبوطه، راحت الفقره مكسوره. الفقرات العنقية ما تهزرش. طب تعالوا نشوف ايه قصة الفقرات العنقية في فيلم من الميلودراما فعلا يستحق الإخراج فيه ملك الميلودراما حسن الإمام. ده بس هنا بقى مش ميلودراما سينمائية في الأفلام وبتاعه ورا الشاشة الفضية، لا، ده شاشة الحياة. بس النهاردة اللي هيسرد لنا القصة والحكاية واحد من الأسماء الكبيرة في عالم جراحات المخ والأعصاب، الميجا ستار لهذا العالم اللي بيسعدني جدا بحواره العلمي الراقي جدا، الاستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، استاذ جراحه المخ والاعصاب وجراحات العمود الفقري كليه الطب قصر العيني جامعه القاهره. اهلا بيك يا دكتور صديق. اهلا بحضرتك دكتور ايمن، اهلا وسهلا. النهارده حضرتك هتحكي لنا باسلوبك الجميل وبصوتك الرخيم زي ما عماد حمدي كان بيحكي كده افلامه، لا هتحكي لنا بقى فيلم من الافلام المخيفه الواقعيه للفقرات العنقيه. هو الحقيقة ساعات بيبقى الواقع أسوأ بكتير جدا بالظبط من الدراما، من حتى الخيال المؤلف اللي بيقوله. يعني حضرتك من أصعب الحاجات اللي بتقابلك في حياتك تبقى قاعد حضرتك في العيادة، أو يجي لك في الطوارئ شاب جميل قمة شبابه، عشرينات، 18، 25، 30 أو واحدة، محطوطة على ترولي أو على خشبة له خشب ومشدود، الايدين ما بيتحركوش، الرجلين ما بيتحركوش، الرقبه في طوق قد كده علشان ما نحركش الرقبه، ايه اصل كان في حادثه، تعرض لحادثه، اصله وقع، اصله بتحصل كتير جدا، اللي بينزل الميه وبيخبط براسه في الارض دي، ساعات الراس لما بينزل بتعمل كده، اللي هي الايه الفرده الرقبه كده بينزلش صح. يعني اللي بيبقى نازل المفروض بينزل بكيرف الراس لتحت ومتنيه والدقن محميه كده، دي اكتر حاجه تحمي، لكن اللي الراس بتتفرد منه بطريقه الخطا او ما مش رابط حزام كويس، او حتى لو رابط حزام والسرعه كانت عنيفه، لان خلي بالك الاصابه معدلها بيتناسب طرديا مع سرعه العربيه، لان ده زي المقذوف بتاع طلقه الرصاص، واخد بال حضرتك، بسرعه جدا رد الفعل، الرقبه بتحدف لورا تنزل لقدام، خلاص بتكسر الفقره. هو لو ورونا الفيديو تاني بس باختصار هنشوف الرقبه رايحه وجايه. هم بيسموا الحركه دي علميا بيسموها بينج بونج، يعني بينج اللي هو ايه رد. زي كره البينج رايح جاي بسرعه، تك 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 ورا بعض كده، تلاقي الرقبه اتخلعت. واخد بالك الرقبه اتخلعت. القصه ببساطه جدا، القصه مش العظم، هنا يعني الرقبه، بص هتلاقي الرقبه عماله رغم ان هي اتمسك، شوف بص الرقبه بتمر قدام وللجنب ورايحه جايه، انت بتمر بحوالي اربع حركات ورا بعض. يعني هم بيحصلوا انه تايم من غير ما حد يتحكم، هايبر اكستنشن اللي حصل في الاخر هي هايبر فليكشن، مع يعني انحناء امامي شديد مع انحناء خلفي شديد، دي بدايتها ممكن تعمل قطع في الحبل الشوكي او تعمل ما يسمى الويبلاش انجري، اللي هي زي كرباك على الحبل الشوكي. اصابه جامده جدا. ساعات ما تبقاش الاصابه كامله، تبقى مجرد كدمه او تجمع دموي او شريان بيتقفل، تعمل جلطه في الحبل الشوكي، تتعدد الاصابات. الكارثه بقى في هو الاصابه حصلت في انهي فقره، لان كل فقره في العمود الفقري لها خاصيه. يعني انت لحد الفقره الخامسه الاعصاب اللي فوق دي خطيره جدا 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 ومسؤوله عن عضلات التنفس والنفس والكلام ده كله. الخامسه مع السته دي بالحجاب الحاجز اللي بيخلينا نعرف نتنفس، اللي هو الفرنت نيرف، واخد بال حضرتك. لو حصلت الاصابه من فوق الفقره الخامسه، ده المريض ده لازم يتحط على جهاز تنفس صناعي، لانه هيتنفس بايه؟ بالعضلات المساعده اللي هي بتاعه الصدر اللي بنسموه السباينال اكسسوري، اللي هو النفس يبقى طالع بالايه؟ بالقفص الصدري، مش فوق وتحت كده بالرئه. بحركه، وده موضوع الحاجز. مجهد جدا، والعضلات ضعيفه يعني بتجهد بسرعه، تلاقي الاكسجين بدا ايه؟ يقول لك كان تركيزه او التشبع الاكسجين كان 100%، بقى 90، بقى 80، بقى 65،
كل مدى بيسقط لان العضلات دي مش هتقدر تقوم بهذه القصه. الفقرات العنقيه فقرات دقيقه جدا، يعني احنا لما نيجي نبص على تكوين الرقبه، تكوين الرقبه ده عجيب سبحان الله. الرقبه بتتكون من 7 فقرات زي المنظر اللي قدامنا ده كله، كل فقره ما بينها وما بين الفقره الثانيه حاجه اسمها القرص الغضروفي، وبيطلع منها عصبين، وورا جسم الفقره الحبل الشوكي نفسه. وهنا دي القصه كامله. بص الفقره بتتحرك، ربنا خلق لها مفصلات كده تتحرك بيها، بس هي ما بتتحركش كده لوحدها، ده الحركه للامام في مجموعه من العضلات ورا والاربطه تمسكها، والحركه للخلف في رباط امامي قوي جدا يمنعها من الانحناء الخلفي، يعني هو عامل زي الايه؟ زي اللجام كده، تطلع قدام من ورا يشد، تيجي ورا اللي قدام يشد. الفقرات بتتحرك، والعمود الفقري مشكلته كمان في الرقبه ان في حركه بنسميها التورشن او الحركه الدائريه، او اللي هي على المحور الراس انها تلف. طبعا انا ببص كده انها تلف كده. دي اصعب واحده فيهم، لان دايما لما تحب تكسر حاجه بتعملها كده، واخد بالك؟ فالحركه الدائريه دي هي اكتر حاجه تخلي تكسر المفصلات بتاعه الفقره وتبدا تتزحزح. حتى في الغضروف دي بتبقى اصعب حركه، يعني الحركة اللي بنشوفها في افلام بتاع تك دي تك بيكسر له رقبته. في الانزلاق الغضروفي تلاقي دايما السبب في الرقبه ايه؟ يقول لك اصل هو حرك رقبته حركه فجائيه، هي قفشت على كده، عشان ترجع بقى بتاخد وقت، بس هي لما قفشت على كده ايه اللي حصل؟ مفصل الفقره بدا يتحرك، الغضروف انفجر وخرج بره وضغط على العصب في اتجاه ما. الفقرات العنقيه هم 7 وضعاف بطبيعتهم، ربنا خلقهم كده فقرات صغيره، والجواهم الحبل الشوكي. الحبل الشوكي ده هو ده بيت القصيد زي ما بيقولوا، ودي الخطوره كلها. علشان كده لو واحد عنده مشكله في الرقبه بنقول له لا استنى بقى، تعالى ما بلاش تضيع وقت، الرقبه ما فيهاش هزار. اللي عنده غضروف في الظهر ممكن عليه سنه واثنين و10 و15 سنه، وبنشوف ناس 20 سنه عندها غضروف وعاشت معاه، وممكن غضروف حجمه يقل ومع العلاج ومع الراحه وكلام من. غضروف الرقبه لا، غضروف الرقبه في الاول بيدي لك كتله من الغضروف تضغط على العصب، تمام؟ بعد شويه الكتله دي بسرعه جدا تتيبس. يعني ايه؟ يعني تبقى عبارة عن زلطة زي العظمة، تبدأ ايه؟ شوف الغضروف اللون لبني ده اللي ورا اللي خارج من الجنب ده، ده اسمها الأعصاب. الأعصاب هنا بتنزل من الفقرات العنقية بتغذي الجسم كله، ولازم الناس تبقى فاهمة ده. يعني الإصابة اللي في الرقبة تأثر على الرجل، تأثر على الرجل، لأن أنا عندي الحبل الشوكي أو النخاع الشوكي هنا الأساسي ده، واخد بالك، السبانال كورد ده اللي بيغذي لحد أطراف الأصابع من تحت، تمام؟ اكتر اعصاب تطلع منه تطلع على المنطقه بتاعت الدراعين، ده الغضروف، بيبقى عباره عن جراب خارجي كده زي الاستيك او كاوتش، جواه ماده جيلاتينيه، الماده دي خفيفه كده عامله زي الجيلي، في البدايه بتبقى كده. لو حصل فيها قطع نتيجه للانحناء المتكرر، واحد طول الوقت قاعد تاني رقبته ماسك موبايل كتير، ودي للاسف بنشوفها في الشباب الصغير كتير جدا النهارده، بيضيع وقت بالساعات وهو تاني رقبته كده، دقنه تلمس الصدر او دقنها وتلاقي الرقبه في الوضع ده على فتره طويله جدا، الغضروف ينضغط يخرج بره يبرز بره، هتشوف المنظر يحصل ايه بقى؟ انت ضغطت على الغضروف يحصل ضعف في الرباط الخارجي اللي هو الجراب الخارجي اللي احنا بنسميها الانلس فايبروزس، والماده الجيلاتينيه تبدا عايزه تخرج بره من الضغط بتاعها، هتقوم جايه بارزه وداخله على العصب. شوف المنظر اهو، تك تك من الجنب كده خرجت ضغطت على ايه؟ على العصب. هنا بقى الكهرباء بدأت، ألم رهيب جدا في الرقبة، ألم رهيب جدا في الكتف، ألم رهيب في الدراع، يقول لك ده نزل على الصابع ده، ده نزل على الصابع ده، ده واخد الثلاث صوابع. المهم بدأت القصة بالألم الرهيب والكهرباء اللي بدأت تدي. المريض في الوضع ده الألم الرهيب الحرارة السخنة اللي طالعة من هنا بيحس إن في كابل كهرباء بيضرب في جسمه بيولع. يعني في ناس يقول لك أنا ما عادش بعرف أنام، ده النوم بالنسبه ليه عذاب، يعني هو بيدخل العلقه المسائيه دي لما يجي ينام. لماذا؟ اول ما ينام بيبقى في وضع افقي، يحصل احتقان حوالين العصب، ها عندنا ضفيره مجموعه من الاوعيه الدمويه الاورده بالذات اللي اسمها باتسوم بليكسس فينز، الباتسوم بليكس دي بتتملي دم بالليل وتنتفخ وتضغط على العصب اكتر وهو نايم. انت اول ما تقعد الضفيره دي الشبكه دي بتفضى، يعني بتنزل الدم ينزل زي ما بيقول لك بيسقط على الرجل، في جد يسقط على الرجل وهي تفضى من فوق، لكن انت مجرد ما تيجي تنام عشان كده يبدا ينام. يقول لك ايه؟ انا كل شويه بعلي المخده. هو بعلي المخده ليه؟ انا عايز المجموعه ديت ما تتملاش دم، لانها بتضغط على حاجه اصلا اوريدي مزنوقه،
ويبدا الغضروف. طيب لما تيجي تنام بتتني الرقبه، او خاصه لما بتنام على مخدات بقى من اللي هي الايه، مخده فايبر، مخده سوفت طريه قوي من اللي هي الجل او الريش النعام او البتاع، الحاجات دي كلها تتني الرقبه كده، يبدا الغضروف يضغط على العصب اكتر، تبدا الالم بقى. عندك مراحل هنا في الرقبه كتيره جدا، يعني في واحد يقول لك بص انا ايديا بتتقطع وتنميل وخدلان ومش طايق ايديا، بس بص على رقبتي زنبلك بتتحرك. دي اول مرحله، ان الالم مش هيبقى في الرقبه، ودي اللي بتعمل الناس صدمه اول ما تقول طب استنى عايزين نعمل اشعه على الرقبه، يقول لك رقبه ايه يا دكتور؟ الرقبه بتتحرك زي الفل، لكن هي كده العصب هنا اول ما يبدا في الايه، ياخد العصب والطرف، واهم طرف عندي هنا هيصاب هو الدراع، واخد بالك؟ يجي في الايد اليمين، يجي في الايد الشمال، ممكن ينزل ايد ورجل، اه ممكن ياخد الجنب اليمين بقى كله، ايد ورجل اليمين ممكن ياخد الجنب الشمال كله، واخد بال حضرتك؟ دي مرحله من المراحل الاولى. بعد شويه يبدا يحصل تيبس في الرقبه. الرقبه هي عباره عن فقرات، اربطه، ومجموعه من العضلات المحيطيه اللي ماسكه الفقرات ديت، وهي عضلات تتميز بحجمها الصغير وعددها كتير، واخد بال حضرتك؟ يعني تلاقي عضلات عامله زي الاصابع كده داخله متشبكه كده، هي اللي ماسكه الرقبه بهذا الشكل. العضله ديت لما بتتقلص بتعمل الم زي الكرامب اللي بيجي في الرجل، الواحد اتشنج ومش عارف يتحرك. اكيد كلنا مرينا بالتجربه دي، لحظه نمت نومه غلط، او انت راكب العربيه مثلا وحد سايق، قمت مش عارف تعدل رقبتك، خشبت بالوضع ده كده. التيبس اللي بيحصل ده من الالم، نتيجه لان في عصب معين انضغط، فتبدا العضله تنقبض، لان انا لو حركت رقبتي ممكن العصب ده يتضرر، فدي نوع من الوقايه، ها، ان ما يحصلش ضرر للعصب او للضفيره العصبيه او للحبل الشوكي نفسه، تبدا الرقبه تقلل الحركه بتاعتها، ودي مرحله بتبقى متقدمه شويه في موضوع الانزلاق الغضروف العنقي. الرقبه بما ان فيها مجموعه فقرات، 7 فقرات وفيها 6 غضاريف موجودين في الرقبه، يعني الواحد ممكن يجيله غضروف، اه ممكن يجيله 2، اه 3 4 5 ممكن في الرقبه. اول ما تزيد عدد الغضاريف يحصل حاجه بنسميه تيبس في الفقرات العنقيه. تيبس ده يعني ايه؟ تبدا زوايد عظميه تيجي هنا زي ما احنا بنشوف كده، يبدا العمود الفقري نفسه هو عايز يلزق الفقرات في بعضيها عشان ما تتحركش، لان الحركه بقى فيها ضرر. يحصل تكلسات، شايف كميه العضلات الموجوده فوق دي كلها؟ عضلات رهيبه جدا وعددها كبير جدا، وبتاخد عصب، يعني هي العضله دي مش بتتحرك كده لوحدها، اذا ما جالهاش عصب ما هي مش هتشتغل. العضله يجي دورها انها تحمي العصب. العصب هو اللي بيدي الحياه للعضله. يعني العضله تبقى لو ضخمه قد كده والعصب بتاعها يموت، هيحصل ضمور في العضله وتنتهي. مش هتحرك. زي المرض اللي هو بنسميه الايه؟ الانتير هورن سيل ديزيز، الموتور نيورون ديزيز اللي في الرقبه. وده ضمور العضلات العصبي اللي هو اللي حتى في الاطفال النهارده بيدوروا، يقول لك في فاكسين جديد طالع وحاجه انتي فايرال، حاجه كده معموله بحيث انها تنعمل اجسام مضاده وتغير حاجه في الجين وبتاع، قصه تكنولوجيه عاليه جدا. في الكبار يعمل ضمور في العضله وما تعرفش تصلحه، واخد بال حضرتك؟ الا لو رجع العصب، والعصب هنا لو دمر مش هيرجع، واخد بال حضرتك؟ فبالتالي الاول العضله بتستفيد جدا من العصب، بس العصب لما بقى في خطر من الغضروف تبدا العضله تتيبس عشان تمنع الضرر الزياده على العصب. المحصله في الاخر المريض بيشتكي من الم، يشتكي من وجع في رقبته، في كتافه، يقول لك ضعف حركه كتفي بدراعي، ما عدتش بعرف البس. الست تقول لك ايه؟ ما اعرفش سرح شعري، في بيوصلوا لكده، ما اعرفش ارفع ايديا، ما بعرفش امسك ابره وفتله، ما بعرفش امسك معلقه. يعني ديت مراحل للموضوع. ونبدا نشتكي بقى من حاجات كتيره. ده انا بيجي له صداع وما بيروحش، الم في مؤخره الراس مع تنميل مع خدلان، ده انا بحس بفروه راسي كان ايه ده اللي فيها زيت مغلي من ورا وبتنمل، ده انا رقبتي بكتافي ومنزل على ظهري. مراحل الالم، ومراحل بعد كده الحركه بتضعف، بعد كده مرحله بقى خلاص بقى انا قعدت ادي لك انذارات كتيره جدا، يبقى هيحصل ضرر في الحبل الشوكي. يبدا المريض يشتكي من ايه؟ من ضعف في الحركه بتاعت رجليه، ده مش عارف يمشي رغم ان هي فوق الضغط، فوق، لكن هو الكابل الرئيسي، الكابل الرئيسي ده اللي بيغذي، واصل لكل حته. تبدا بقى الاعراض الخطيره اللي بتخلي العيان زي ما بيقولوا بيبدا يدور بقى على التايه فيه. تلاقي الرجل بدات يتزحف في الارض، يعني عارف زي ما تكون لازقه الرجل، لو مثلا الواحد لابس شوز ولمس غيره او لزق كده، وكل ما يجي يحرك رجله الارض ماسكه فيها كده، ده المنظر بتاع الحركه.
يلاقي فيه رعشه في الرجل، تلاقي رجله بتنطر كده لحد ما توقعه، تلاقي ايديه مش مظبوطه، وبدا او يحصل ضمور في العضله نفسها تخس، زي ما قلنا من شويه لما العصب يتضر العضله تبدا نفقد العضله وتموت مننا العضله. ده بعد شويه البول بقى ايه، مش قادر امسك نفسي، ده بيسبقني غصب عني، فجاه بحس ان البول ساب مني للراجل او للست، وتلاقي الواحد غرق مع نفسه كده في البول بتاعه، بيبقى حاجه نفسيه سيئه جدا. كل الاعراض دي كلها ادت الى ان انا خلاص بقى حياتي بقت جحيم، مش عارف اعيش مع هذا الكلام. للاسف الشديد بقى في ناس ما بتروحش للدكتور، تبدا تروح يقول لك انا هروح بس نعمل شويه جلسات وعلاج طبيعي، او اروح لحد اللي بيطقطق الرقبه او بيشد الرقبه او بيعمل الحركات دي كلها، دي كارثه. كارثه، ما هي الكارثه هو اللي هيدفع ثمنها، ما خلي بالك في الاخر الموضوع جاي، ما الموضوع مش بيخلص على كده. هو راح وطقطق له وشد له، اه والله ده فكت شويه، فكت ايه؟ ما احنا كنا بنقول من شويه التيبس ده كان موجود لحمايتك، انت كارهه بس هو كان موجود لحمايتك، انت فكيته وشدته غصب عنك، واخد بالك؟ اللي فاضل بعد شويه ايه؟ العصب بقى يا باشا هيبدا بقى هو اللي يشيل الليله لوحده، واخد بالك؟ يحصل هنا كده زي اللي بيحصل كده، الغضروف يضغط على العصب يعمل الام رهيبه جدا، يبدا ضمور، يبدا ضعف في الحركه، وتلاقي مش عارف يدخل الحمام، بيتسند على الحيطه، ماسك عصيان، ماسك ووكر من بتاع المشايه ديا، الاكتر بقى من كده ده انا ما عادش قادر، ده انا بنزل من على السلم بتكعبل، وتلاقي الكعبله بتاعته مش هو طالب هو نازل، لان العضلات بتاعت رجله مش بتحميه، فميزان الجسم يتحدف لقدام، يقع يتكسر ويدخل في متاهات كتيره جدا. هنا بقى يعني بيدور القرار، هنا اتاخر وفي مكان ما ينفعش تاخر القرار. ما هو هنا القرار مهم قوي، يعني القرار مهم جدا، انا لازم اروح للدكتور، والدكتور بتاع المتخصص، يعني هنا انا بتكلم في حبل شوكي وبتكلم في غضاريف وبتكلم فقرات، بروح لدكتور جراحه مخ واعصاب وعمود فقري، هيبدا يعالج معايا، هيبدا يشوف، مش كل العلاج هيبقى جراحه، لكن في علاج ممكن نوصل الاول بجزء علاجي دوائي عشان اقلل حجم الغضروف والدنيا يعني الالتهابات تقل شويه، ممكن بعد شويه اعالج علاج فيزيائي زي علاج طبيعي وتدليك ومساج وتدفئه للعضلات وتسخين حاجات كده. ساعات بنحتاج لو الموضوع مش فيه غضاريف كبيره ولا بتاع، نقول لهم طيب عايزين نعمل الشد العلمي الطبي للرقبه، في شد للرقبه بنعمله بس هو بنظام معين، ده بتوصيات معينه لازم نكتبها لدكتور العلاج الطبيعي الزميل وهو بيعالج. في واحد خلاص بقى لقينا الموضوع متطور معاه وبدا يحصل اصابات او علامات الاصابه على الحبل الشوكي بتبان في الاشعه الرنين المغناطيسي، ساعتها نقول له لا ده انت محتاج بقى ايه، تعالى تدخل. تدخلات هنا كتيره جدا، تبدا من حاجات بسيطه جدا زي العمليات اللي كنا بنعملها تبخير للغضروف بابره وندخل، بس ده لازم الغضروف يبقى فيه كميه ميه، ما يبقاش نشف، ما يبقاش تيبس، ودي مرحله مش اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، ده عيان ما بيستناش الاعراض دي كلها تحصل اللي احنا حكيناها، ده مجرد ما حس بشويه الم او صداع عمل اشعه لقى ده، طب هنعمل كذا، عمله، واخد بالك؟ ده بيتحسن جدا. طب التاني اللي الغضروف كبر وتضخم وخرج بر وتيبس، هنحتاج نعمل حاجه زي كده، ندخل عمليه جراحيه من الامام بمنظار صغير جدا، وندخل ونشيل ونفضي الغضروف وبنزرع مكانه بديل للغضروف. في حاجات كتيره بقى بتتحط، ممكن تبقى في حاجات زي شرايح مسامير وفي بديل غضروف زي اللي بنسميه اقفاص غضروفيه، وفي الغضاريف اللي هي الصناعيه وحاجات كتيره جدا. المهم عمليه بسيطه جدا بتستغرق ساعه زمن، وبندخل وبنفك الكلام ده كله. في حاله تلاقي في بدل الغضروف 3 4 5 ممكن اعمل الكلام ده بالمنظار برضو واركب الغضاريف البديله او بدائل الغضروف، وما احتاجش تثبيت للفقرات، والمريض بيطلع برضو بيحرك رقبته والحركه بتاعته بتبقى طبيعيه، والالم يبدا يقل تدريجيا في خلال شهرين بيختفي تماما. في واحد تاني لما بنلتقي ان الفقره سايبه بنحتاج نعمل له تثبيت للفقره داخلي. في ناس بتقلق من تثبيت الفقرات العنقيه. هو التثبيت ده حديث جدا، يعني كان زمان بتبقى الشريحه كبيره وبتحتاج كم كبير من المسامير فيها، ودي كانت لها خطوره انها ممكن تاثر على العصب ولا بتاع. دلوقتي لا، هي بقت الشرايح نفسها مصنوعه بطريقه امنه جدا، انها بحيث ان انا لو هستخدم بستخدم مثلا مستوى او مستويين، واخد بال حضرتك، والموضوع بيتحل. طيب المريض اللي اتصاب في حادثه وجاله كسر في الفقره واتكسرت ساعات العظم بتاع الرقبه يتفتت، يبقى ايه عامل زي حتت العظم المكسره زي شظايا العظم كده، شايف اللي موجود ده ايه؟
بديل. ده بنسميه بديل الغضروف او بديل لجسم الفقره كمان عشان تبقى عارف. يعني ممكن انا اشيل تلتين جسم الفقره من الامام واسيب الجزء الخارجي، اصل جسم الفقره ده في جزء عظمي وفي جزء تاني بيبقى ايه، هنقولها ببساطه كده، في خرام كده، الخرام ده ماشي فيها الشرايين الفيرتيبرال ارتري وبعض الاعصاب الجانبيه، ده لو جيت جنبهم ممكن اعور الفيرتيبرال ارتري وده يتفتح مني. لكن انا باجي في العظم نفسه اللي في النص ده نشيله، شايف المقاسات دي كلها وبتطول، اقدر اطولها واقدر اصغرها، عامله سوري زي الكوريك بتاع العربيه كده، هي كده موجود فيها الخاصيه دي، بنفك معين كده تك تك اعرف عليها ولا اركبها مكان الفقره، لان احنا فقراتنا كلنا مش زي بعضها، مش نفس المقاس. اه طبعا، يعني ممكن في ناس رقبتهم طويله وفي ناس رقبتهم مش طويله، في ناس رقبتهم طويله في ناس رقبتهم قصيره متكوكه ببعضها كده. فممكن اجيب الكيج كده واخد المقاس بتاعه واحطه، بعد ما بنركبه ما هو ما ينفعش يتركب ويتساب كده، انت لازم تعليه شويه علشان زي ما بنقول كده يبقى ايه، يبقى ماسك كويس. ومعموله في هنا شايف الفقره اللي فوق واللي تحت، المسافه الجاب اللي في النص دي كلها ما انت عايز تعبيها، لازم عشان حاجه تشيل وزن الرقبه نفسها مش هتبقى في الهواء، حتى لو انت ركبت شريحه ما تسيبش دي فراغ، ما لازم دي تتملي حاجه. وممكن فوق دي بحط شريحه، ده مش بيستخدم في الغضاريف عشان بس الناس ما تقلقش، ده مش في الغضاريف، ده في اصابات الحوادث بتاعه الفقرات. لما بيبقى في كسر في العظم نفسه وفي فتافيت من العظم دي او قطع ضغط على الحبل الشوكي، لازم ابعدها واشيلها. فهدخل هنا وبندخل بالدريل الكهربائي كده نبدا ان نشيل كل هذا العظم ونرفعه ونبدا نركب الايه الموضوع ونظبط الموضوع كده بهذا الشكل. وساعات نحتاج ده ونحط عليه كمان شريحه زياده التاكيد بتاعه. طبعا مش كل الحالات بتبقى كده، دي موضوع كبير شويه، بس ده بيستخدم في الحوادث. بما ان حضرتك اثرت موضوع الحوادث، شايف ثبتناها حطينا فوق ايه؟ شريحه فوق ايه؟ عشان تحافظ على مكانها وفي نفس الوقت تشيل معانا، بقيت بشيل من جسم الفقره وبشيل من امام الفقره. في بقى حاجات ثانيه ابسط بقى من الكلام ده كله. يعني ممكن يبقى عندي غضروف، يعني الفيديوهات اللي بعد كده ممكن يبقى عندي غضروف، ها؟ واحد خارج ضاغط على الحبل الشوكي وضغط على العصب الجانبي، يعني واخد يقول لك ايه؟ الرقبه بدا يحس باعراض في رجليه والبول والكلام ده كله الاحساس، وبدا يحس بالاعراض في دراعه مثلا الشمال او اليمين. عشان كده لما بنيجي قبل العمليه بنسال سؤال مهم جدا، هو الالم شمال ولا يمين؟ يبان معانا في الاشعه، بس في ساعات بتبقى الاشعات يعني في عندنا حته كده هم اللي فاهمينها جراحين الاعصاب، بس الحقيقه تلاقي شكل الغضروف جاي شمال والوجع جاي يمين، واخد بال حضرتك؟ ولما ندخل جوه تلاقي الشمال دي اللي ظاهره، واخد بال حضرتك، موجوده بس في اليمين حته اكبر منها بكتير، فبتعمل اتنين، واخد بال حضرتك؟ يعني مش دايما السبب في اشعه الرنين دي بيبقى نسبه قليله مش كتيره، يعني الحقيقه هي بتبقى خادعه لو حد مش شغال في المنطقه دي كتير. يعني ده نوع من بدائل الغضروف البديل. ها دي من ماده اسمها اكريليك، الماده دي بتدخل هنا في غضروف واحد او اثنين او ثلاثه، ببساطه جدا دخلنا جراحه ميكروسكوبيه من الميكروسكوب الجراحي ونبعد الفقرات بهذا الشكل، فصلنا شلنا الغضروف، ما بنشيلش عظم هنا خالص. عندنا مقاسات كتيره جدا، عندنا اكتر من 20 30 مقاس، تختلف في الارتفاع وفي السمك وفي العرض وفي العمق بتاعه، ثلاث ابعاد نختار اللي يناسبنا جوه اوضه العمليات ونركبه. يعني مثلا في الرجاله مثلا نركب اللي عرضه 14 مللي يعني 1 سنتي و4 مللي، اللي العمق بتاعه مثلا 7 مللي، الارتفاع بتاعه 6 مللي، يعني تاخد بال حضرتك بتختلف بقى من واحد لواحد على حسب اللي انا بقيسه وانا شغال جوه. ما يبانش قوي في الاشعاعات لكن يبان وانا شغال جوه العمليه، بتاخد المقاسات دي كلها. العمليه دي دكتور ايمن كنا في يوم من الايام اول ما بداناها من اكتر من 20 سنه كنا بنقعد في العمليه 8 ساعات عشان نبدا ندخل من هنا، المنطقه دي كلها شرايين وكلها الدنيا ضيقه جدا. الكاروتيد والاورده والقصبه الهوائيه والمريء والاعصاب المرتجعه اللي هي بتاع اللارينجيال وكل القصه دي كلها. النهارده بقينا بنعملها شوف من 8 ساعات الى بالظبط 30 دقيقه. واخد بال حضرتك؟ 8 ساعات لنص ساعه. لنص ساعه. فرق كبير جدا مع تكرار ومع الخبره، بتعرف بقى الايه المسار بتاعك. التكنولوجيا والتكنولوجيا زادت جدا. منظير. احنا كنا في الاول بندخل بقى علشان كل حته ندخل فيها لازم ناخد لقطه اشعه، لا دلوقتي بقى انا عندي جهاز يصور لي وانا شغال مستمر تك 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 تك، خلاص ما عادش بستنى. واخد بال حضرتك؟ يعني انا عندي سيريال عارف يقول لك رؤيه تفصيليه للموقف اللي انت فيه ثانيه بثانيه. فبالتالي انت ما عادش بتضيع وقت،
جوه العمليه لحد ما توصل على الغضروف. بقت استئصال الغضروف بقى سهل، في اجهزه كتيره جدا نقدر نشيل بقى الغضروف، غضروف واثنين وثلاثه واربعه ونثبت من نفس الفتحه اللي هي سنتي سنتي ونص ونثبت. في بعض الاعراض بتحصل بعد العمليه وفي ناس، وبنقولها برضو الناس عشان يبقى عارفينها بتحصل وتتقبلها، يعني ساعات تلاقي مثلا مريض البلع عنده اول يومين ثلاثه عامل زي اللي عامل اللوز كده، يعني ده شربه حاجات دافيه كتير تفك، اللي بيحب بقى الشاي واليانسون والكلام ده كله، ده نوع من الغضاريف البديله الثانيه. بس ده بينفع، ده بينفع للحركه البسيطه، للحركه البسيطه ولو عندي غضروف واحد مش اكتر، الاصابه البسيطه والحركه بتاعته حلوه. ده جميل جدا، ده يعني بنسميه بروديسك. البروديسك ده عباره عن قطع ميكانيكيه بنقفلها كده مع بعضها ونركبها، جزء عظمي بس ده معالج بحاجه اسمها نانو تكنولوجي، بحيث انه يركب مع العظم ويبدا يشيل في جسم الفقره وبيسمح بالحركه بتاعه الفقرات العنقيه ترجع لطبيعتها جدا. احنا واحنا شغالين ميزه الجراحه من الامام بقى بالذات، ان انت بتشوف الغضروف الاول واخر حاجه بتشوفها العصب، فانت بالتالي انت بتحمي العصب، عكس الجراحه القديمه اللي كنا بنعملها من الخلف طول الوقت العصب قدامك وانت بتحاول تتجنب العصب. فممكن مره من المرات بطريق اي حاجه ان لمست العصب تلاقي العيان كان يطلع ايده واقفه، واخد بالك، او ضعف في الايد او فقدان الحركه او حاجه زي كده. الحمد لله دلوقتي ده مش موجود، لان كانت الناس زمان بتخاف من الدخله. الدخله كانت صعبه، لكن لما خلاص عرفناها وتمرسنا عليها وشفنا وحضرنا، احنا كنا بنحضر مع اساتذه بتوع جراحات الاوعيه الدمويه وجراحين الغده الدرقيه وبتاع عشان نعرف، لان انا ساعات ممكن ابقى شغال تلاقيني وانا شغال وفاجئ ان انا عندي غده درقيه قد كده، قافله الفيل مش باينه في الرقبه، مش باينه اصل انا بعمل رنين على ايه؟ على الفقرات. انا ماله مال الغده؟ تدخل تلاقي الغده قد الفص بتاع الغده قد كده، فلو انا مش عارف هعور. لا، فبنعرف نتعامل معاه خلاص، ما حضرنا الكلام ده كله وخدنا تريننج عليه وتدربنا عليه كتير جدا. فالرقبه الحقيقه من الحاجات اللي انا بنصح يا ريت ندور على حلولها بدري. واتمنى ان احنا نعمل حلقه عنوانها التكنولوجيا وفايدتها، او كم افادت التكنولوجيا على جراحات المخ والاعصاب، حلقه كامله نشوف فيها التكنولوجيا افادت في ايه، ايه الجوانب، الميكروسكوب وقيمته والتطور اللي حصل فيه، حقيقي الاشعاعات التطور جداً المذهل وخالب جداً. يعني في ناس تسمع كلمه اشعه تفصيليه ثانيه بثانيه تديك معلومات عن موقعك وعن المحيط بيك. أيوة. ثانيه بثانيه. أيوة. وتالهم ان الكلام ده يعني عادي، قيمته ايه يعني؟ لا، انا لا لا، لا قيمته كبيره جدا. لا لا لا. غرفه عمليات مجهزه، وده برضو خلينا نقول انه في اماكن في العالم كله مش في مصر بس بتمارس جراحه المخ والاعصاب بالمدرسه القديمه. غرفه عمليات على ما اسم. أيوة. واجهزه على ما اسم واجهزه اشعه. التكنولوجيا دي مكلفه جدا، التكنولوجيا دي مكلفه، وتقول لي الكيرف فيها لازم يكون موجود. ما في ناس خلاص مش عايز تتعلم. لا، ساعات بيقابلنا حاجات نكت، يعني في احد المرضى هو ذكي جدا، يعني دي حاجه احنا بنعملها في كل عيان تقريبا، يعني في جهاز بنوصله عشان بيتوصل بالرجل، واخد بال حضرتك، وله حاجات فوق كده ان احنا نبدا نعمل ذبذبه عصبيه هنا ونشوف استقبالها تحت. وده احنا مش بنعملها بمزاجنا، هي اوتوماتيك الجهاز مبرمج على كده، ده جزء من العمليه، واخد بالك، عشان لو احنا جينا نقرب من العصب يعمل لنا الارم تات تات تات، اعرف ان انت جنب العصب فتبعد عنه. دي من الحاجات التكنولوجيا بقى اللي هي ايه، حمايه جدا. بس انت عشان تركب البتاعه دي لازم يبقى لامس الجلد بالظبط. فلو عندك مريض مثلا عنده شعر كتير في رجله لازم يركب على فخده الرجل من قدام. عنده شعر في رجله لازم تحلق الشعر ده وانت شغال. فعند مريض جاي زعلان جدا، انتوا ليه حلقتوا شعر الرجل؟ هو طبعا في تفاصيل في العمليه المريض ما بيسمعش عنها ولا يعرفها، هو ما يعرفش ان الجهاز ده موجود ولا احنا بنشتغل بيه، واخد بالك، سنسور. ايه جاب بقى انا بعمل عمليه في الرقبه هنا؟ حاولت افهم، قلت له لو كنت بتعمل مثلا رسم قلب وعندك شعر في صدرك مش بنحط ساعات المجسات دي ما بتقيس كويس فيضطر يحلق لك شعر، احنا كنا بنعمل كده علشان نوصل. فدي بقول لك من طرائف التكنولوجيا، التكنولوجيا جميله وموجوده، وهي بتضيف الحقيقه دقه وسرعه في الاداء ونتائج افضل. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور محمد صديق هويدي، أستاذ جراحة المخ والأعصاب وجراحات العمود الفقري، الأستاذ بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة، شرف لينا دائما. شكرا لك، نورتنا. أشكرك حبيبي، خليكم دايما مع ناس الحبيب.